أوضح فرانك هاريتش من شرطة منطقة بنيثيا الأمريكية أنه تم القبض على تيريزا جيلمتي بادجر معلمة بمدرسة ماثيو تيرنر الابتدائية بتهمة التسميم، وذلك بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 6 أسابيع بعدما أصيب العديد ممن شاركوا في حفل أقيم في المدرسة بالمرض إثر تناولهم لوجبات قدمتها لهم المدرسة. فرانك قال أنه جرى نقل إحدى الحاضرات إلى المستشفى لتثبت الاختبارات المعملية وجود آثار مادة مسببة للتخدير في تحاليل تلك الفتاة.